نصف نهار وماضي ساعة على اليوم فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا من داخل قصرين على 100.2 ولا على www.اليومفيم.net ولا اللي تابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة اليوم فيم بالفرنسية. كما اليوم زادت نجموا تابعونا على صفحة مناظرة بعد قليل برنامج أو في إطار برنامج أمور تمنى موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية اللي تنضوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي. وإذاعة اليوم فيم هي واحدة من الإذاعات 5 اللي تلقوا فيها أمور تمنى واللي هما عليسة فيم، دريمة فيم، نفزيوة فيم، مندرة فيم، وبالطبيعة اليوم فيم هي الإذاعة 5. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نصف نهار للماضي ساعة، وفي كل إذاعة أمور تمنى يطرح المواضيع اللي تمس المنطقة هذيك. اليوم من القاصرين باش نطرحوا المواضيع اللي تمس جهة القاصرين، ومن أول الأولويات الحقيقة أن نتحدثوا في مشاريعنا وخاصة منها المشاريع اللي حولها العديد من التساؤلات. نحكوا اليوم على دار الشباب صبيتلة في المعتمدية العريقة، في المعتمدية اللي تاريخها كبير، في المعتمدية اللي شبابها مثقف وناشط وشبابها يستحق أن تكون عنده دار ثقافة في مستوى انتظارات أهلي صبيتلة، ودار شباب في مستوى انتظارات أهلي صبيتلة، في المعتمدية اللي المواقع الأثرية متاعها تدرج أو ستدرج ضمن المواقع العالمية لليونسكو. دونك حاجة متنجم كان تشرف وصبيتلة ما يليق بها كان مشاريع ودور ثقافة وشباب ومؤسسات اليوم ترتقي بالحق لمستوى المنطقة هذيك. فوقت اللي تسألنا احنا على مشروع دار الشباب صبيتلة في طار متابعتنا لكل مشاريع دور الشباب اللي باقية تصير واللي الحقيقة اغلبها ولا برشا منها مازالت في التهيئة ولا في الصيانة ولا في البناء، اكتشفنا انه دار الشباب صبيتلة كبنية حاضرة كاملة مكتملة إلا أنه ما زلت مسكرة. فتسألنا علاش ما تمش لتوا تدشين دار الشباب صبيتلة، وباش نحاولوا اليوم نجيبوا على التساؤلات هذه مع ضيوف اللي نورونا بحضورهم. بعد قليل باش يكون ضيفنا سي فوزي القرمازي رئيس اقليم ستيك بصبيتلة، تو نفهموا علاش ستيك في صبيتلة. لكن في البدايه سؤال او الاسئله تطرح على المسؤول المشرف على دور الشباب في جهه القاصرين سي لطفي مغران. صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير اختي حفاء، وصباح الخير للناس الكل تسمع في ناس اليوم فاهم، ومن خلالك فهمت تحيه لكافة الفريق العام في برنامج امور تهمنا اللي حقيقه برنامج متميز جدا يلقي ظلال على عديد الاشكاليات اللي من شانها ان ترتقي بولايه القاصرين وبالجانب التنموي في ولايه القاصرين. شكرا سي لطفي، فضلك، وشكرا ليك على قبول الاستضافه انك تكون حاضر معنا اليوم. احنا الحقيقه حبينا الموضوع نحطه في اطاره، ثم بعد هيك ونحكوا في شنو اللي منع اليوم تدشين دار الشباب صبيتلة. اذا رجعوا للمشروع لاطاره سي لطفي، كيفاش انطلق، في اي اطار، الاعتمادات، مسار الاشغال، خلينا نفهموا ساعه مسؤوليه الاداره الجهويه او المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه كيفاش كانت. باهي، مشكوره، نحب نشكرك اختي حفاوه على التطرق للموضوع هذا، واللي هو في الحقيقه موضوع شبيه لعده مواضيع اللي هي في نفس البروسيس تقريبا، فهمتني، واللي تعاني منها عديد مؤسسات الشباب، وفما اللي تحل منها وفما اللي مازال فهمتني التو مازال في الرفوف ومازال ما تمش فهمتني حل الاشكاليات المتعلقه به. بالنسبه لدار شباب صبيتلة كما كنت تفضلت وحكيت، دار شباب صبيتلة مؤسسه عريقه، مؤسسه كبيره، عديد الجوائز على مستوى وطني على مستوى اقليمي، شاركت في عديد الانشطه الدوليه، مؤسسه فهمتني تسخر بطاقات شبابيه كبيره، ومرجع نظر بالطبيعه صبيتلة المعتمديه كبيره الاكبر شباب، شباب يعني نومبر كبير ياسر فهمتني، يعني من حقهم هو ذا حق ماهوش مزية انه فهمتي يكون فما بوان داتاش عبارة على مؤسسة شبابية ومؤسسة ثقافية باش تكون هي متنفس للشباب هذا، ولي ربما فهمتني انه نهربوا الشباب من توسكي مثلا يعني كل السلوكات المحبوبة بالمخاطر، ونعطوه حقه في الترفيه والتعطير والاستمتاع بالوقت الحر. بالنسبة لدار شباب صبيتلة، أول ما بدينا على أساس أنه كانت عندنا بنية قديمة ومن الثمانينات، وقلنا ينصلحوها فهمتني
ونقوم بعملية التعهد الترميم. انطلقنا في المشروع هذا، لكن بعد تبين بعد يعني في نصف المشروع نصف ردهات المشروع تبين انه فهمتي فما خلل على مستوى البنايه، فهمتي اللي ولت تشكل خطر يعني كي بربي سي لطفي سامحني. وقتاش هذا انطلق عمليه الترميم بالضبط؟ هذه في 2015. واضح فهمتني. يعني على اساس انه كي بدينا في البروجي في نصف المقاول بعد ما نحى الزيز والكراج باش نجدوا فهمتي، واحد لقى انه السماله على مستوى الحديد ما ثمش تشبيك صحيح، والقاع الكبيره ولت تشكل خطر. يعني الباز اصلا الباز ما هيش الباز من الترديفوم الاول بالكل مخدومه غالطه. واضح. قلنا فهمتي نحبسوا من البروجي هذا، لانه فهمتي جانا فيها قرار غلق سويت الاكسبرتيز يعني اختبار للبنايه يعني يتطلب قرار غلق لحمايه فهمتي الناس اللي تخدم فيها والمرتدين نتاعها. دونك حبسنا من البروجي هذا، وقلنا اذا كان باش نصلحوها باش تكون الكو كبيره فهمتني، ودار الشباب كيما وتكون تقريبا شبيهه باعاده بناء كاريما يرحم والديك. بالضبط. حتى الكو باش تولي عباره على انه باش نبنوا يعني كنا فهمتني بحكم موجوده المساحه فهمتني، دونك نعملوا دار شباب عصريه فهمتني وكبيره وفهمتي وتلائم تطلعات وانتظارات الشباب المنطقه واهالي المنطقه. مشينا في البروجي الثاني اللي هو فهمتني على اساس انه بنينا مؤسسه باش نبنوا مؤسسه جديده. بون فهمتني قبل المؤسسه هذيك فهمتني باش ما نفوتكش بالحديث يعني باش ما نحرموش الشباب المنطقه كرينا ولينا التجانا كرينا دار. كرينا منزل خصصناه كدار شباب اللي هو باش يكون بوان داتاش نقطه انطلاق والتقاء الشباب والجمعيات فهمتني، وهي تكون يعني يكون البديل أرسل. مش البديل الحقيقه اللي في المستوى، لكن البديل في انتظار حل ظرفي باش ما نحرموش الناس ونركزوا على الانشطه الخارجيه في المساحات الخضراء وفي الساحات العامه وفي ومع وفي الفضاءات الاخرى فهمتي اللي نتعاملوا معاها يعني المؤسسات وغيره. نعم. بون اونتر تو الدراسات نتاع دار شباب السبيتله قاعده تحضر. نحن في اون باراليل قبلها عندنا دار شباب، عندنا مركز إقامة حبينا نعمله في دار شباب سبيتلا مركز إقامة. صحيح. كملنا عملنا المركز الإقامة وتم استلامه في 2021. في جوان 2021. في 2017. خاطر دار الشباب استلمت في جوان فوالا أنا جايينها. فهمتني مركز الإقامة استلمناه في 2017. واضح. بمبلغ جملي يقدر ب 750 ألف دينار. يعني ولا ربحنا منشأة مزيانة جديدة فهمتي اللي هي مركز إقامة فهمتني قبل الجمعيات والشباب وغيره وحتى للزوار سبيتلا وغيره. أكيد بحكم منطقة 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 أثرية سياحية، ونحن عندنا في القصرين عندنا زوز مراكز إقامة فقط اللي هو فهمتي المركب الشبابي القصرين والشعامبي اللي هو فهمتني من ما بعد الثورة ما يعني مفكر اللي علاش فهمتني لأنه في منطقة جا في منطقة هذاك مشروع آخر حابس وحده سي لطفي هذاك تو نحلوا عليه الكتاب مرة أخرى. لا ماهوش أختي حفاوة ماهوش المركب الرياضي اللي باش يتعمل، نحكي على مركز التربصات والاستلام. مركز التربصات اللي باقيين نستغلوا فيه هو نفسه في اقامات كورونا ولا انا غلط؟ يعطيك الصحه هذيك فهمتني. عندنا زوز مراكز اقامه فقط. قلنا فهمتني نوسعوا علاش فهمتني واحد في برشا ولايات عندهم زايد مراكز اقامه. فوالا. ولينا خممنا فهمتني في باش نعملوا مركز اقامه في سبيتلا ومركز اقامه في حيدره ونحسنوا في مركز عين سلسله. وانتم كامل باش ما نطولش عليك عملنا فهمتني مركز اقامه مزيان في 2017 وسلمناه في 2017 و لكن فهمتني لتجهيزه ما زلنا وقتها ما زلنا ما جهزناش. والدار اللي كريناها لدار الشباب باش تكون فهمتي يعني حل البديل للشباب صغيره وما هيش واحد قلنا هي فهمتني كحل نستغلوا الطابق الارضي نعملوه هو كدار شباب في انتظار تتبنى دار شباب سبيت. واضح هاي؟ دونك فهمتني ولينا خصصنا الطابق الارضي كدار شباب. وبقينا نكملوا نبنوا في دار شباب سبيتلا اللي هي استكملت البنايه وخذيناها في جويليا 2021. هذا الاستلام الوقتي صار في جويليا 2021. يعني توا عباره عنا حوالي عام فوالا اللي نحن استلمنا دار شباب. يقول القائل الواحد كي يعمل فهمت ياخذ بروجي ويعمل استلام وقتي هو يحل البروجي هذاك ويخدم فيه.
نقولوا احنا في العاده يا سيلوس وعندك عام وعندك عام باش تجهز اذا كان فما صارت انومالي ولا فما اشكاليه فهمتني هذا قبل الاستلام النهائي قبل الاستلام النهائي هو لو يكون فهمتني نحن للتو فهمتي حوالي عام باش نستلموه تو نهائيا عقريب ونحن مازلنا ما استلمناش المنشاه هذه والشباب يشوف في بنيه مزيانه بجنب الستاد وفهمتي كذا وكامله المعالم ومسكر. السؤال المطروح توا يا سي لطفي محلاه الكلام اللي حكيته الكل محلاه انكم فكرتوا في شباب صبيط لو ما خليتوهمش هكاكا وفم بديل اونتر تون محلاه انه المشروع مشى في المسار الطبيعي نتاعو تقريبا ما صارتش فيه تعطيلات على مستوى المقاولات ولا غيره. صارت بعض التاخيرات في الاشغال بالطبيعة ترجع الاعتمادات ولا شنو بالضبط؟ لا الاعتمادات شوف الاعتمادات متوفرة والوزارة بعمرها ما تدخل بروجي فهمتني متوفرة وقتاش تنقص الاعتمادات اختي حفاوة وقت فهمتني تلقى مثلا البروجي باش يبدا في 2000 مثلا و22 وتعطيلات منه ومنه وفي التجهيز وفي كالعادة ويتبدلوا ليكو تغلى المواد يولي فهمتني البروجي كان مقدر في 2022 مثلا بمليار يولي فهمتي كي ياخذ المقاول ولا كذا ولا فهمتي يعطي يوصل فهمتي تغلى السلعه ولا تغلى العام كذا يولي مليار ونص طبيعي. يولي فما مبلغ عجز طبيعي تولي فهمتي اعتمادات اضافيه يا اما تطلب اعتمادات اضافيه والا فهمتني بالنسبه للوزاره تقول لك نعطيك فلوس اختصرف وتصرف تولي تنقص من مكونات وتولي منين كنت تطمح وتحلم باش تعمل حاجه مزيانه تولي فهمتني نحي دي كومبوزون فهمتي ابري اساسيين وكذا وهذا وقعنا فيه في دار الشباب سبيتلا ولا الاشكال بالنسبه لدار الشباب سبيتلا ولله الحمد فهمتني ما وقعناش فيه الحمد لله خدمناه دون لي نورم دون لي دولار فهمتي امور مريقله لكن فهمتي وعلاش ما تحلش وسؤالك فهمتي اللي هو الاساسي والرئيسي ما نجموش نحلوا دار شباب ويجي شباب يأمها وما فيهاش ما وما فيهاش ضوء اكيد لانه كل شيء ما هو ضوء نحن عندنا تو عام المؤسسه حاضره وما فماش لا ما لا ضوء باهي البروسيدور ولا الاجراءات القانونيه سي لطفي تقول انه المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه وقت اللي تكمل هي المهام نتاعها تبعث مراسله طلب للاقليمين اقليم الستيك واقليم السونيت تطلب الفاتوره ولا المستحقات اللي تستحقها لعمليه قائمه تقديريه باش على الله نحن نخدموا نخرجوا لهم بونت كومون صار هذايا صار صار نحن نشوفوا فهمتني نحن عندنا كل شيء موثق كتابيا بمراسلات وفي محاضر زاده جلسات قطاعيه صارت في الولايه لنظر في تحسيس نسق المشاريع ولا بعض المشاريع المعطله وحاضر فيها من طرف بالنسبه للسونات فهمتني المساله حلت اخيرا وبعثوا لنا دوفي استيماتيف فهمتي على اساس انه الكو ونزيد نقولها الكو 1,400,000 باش تصير الانستالاسيون والرابط بين باش نفعل مؤسسه مخدومه ب 900,000,000 وزيدهم 150 يعني مليار و50 كنت حابسه على 1,400,000 في 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 في, في مساله الماء الحمد لله بالنسبه للماء اخذنا الدوفي استيماتيف وهنا نخدموا عليها ان شاء الله في اقرب أجل فهمتي الماء يدخل للمؤسسة. إي والستيك جاوبتش. الستيك شوفي للأمانة فهمتني هذه نحن مؤسسة نحترمها ومؤسسة فهمتني نجلوها وقاعدة تقوم ببرشا حاجات باهية في البلاد ولكن فهمتني بالنسبة لبعض المشاريع بصراحة بوان دانتروغاسيون كبيرة ياسر. يعني مانيش دارين فهمتني هي مؤسسة خاصة فهمتني عندها فهمتني النظرة الربحية فهمتي واحد من حقها ولكن زادة نحن مؤسسات عمومية وهذه فهمتي دولة باش تعمل دي بروجي موجهة للمواطن اللي هو حقه ماهوش مزية يلزم هالمؤسسات هذه فهمتي تعطينا شوية انتباه على حد علمي سي لطفي السيج ماهيش مؤسسة خاصة صحيح هي يعني تتبع مؤسسات الانتاج البرودكسيون اللي غايتهم ربحية اما راهو شركه راهي وطنيه راهي مازلنا احنا الضرب كله باش نحافظوا عليها شركه وطنيه تعرف اختي حفاوه وقت كي نبداو في الجلسه يقول لك لا نحن في مؤسسه فهمتي خاصه وكذا ولا لانه هي تتبع شركات ذات صبغه الانتاج صحيح فهمتي كذا ولكن فهمتي مؤسسه تخدم في الدوله في بالي هي المواطن نص بنص دونك فهمتني بالنسبه لنا نحن فهمتي هذه مؤسسه عموميه راهي مدرسه ولا نادي اطفال وإلا دار ثقافة وإلا دار شباب ومرفق عمومي موجه للمتسكنين المنطقة راهو ما فيها بيت تعملوا
اكثر ايفور فهمتني باش بالواحد راه ماهيش دار السكنه فهمتي ولا كذا فهمتني واحد بربي سي لطفي سامحني نمشي نتوسع معك شوي في النقطه هذه خليني نستفهم ستيغ جاوبتكم برفض والا ما جاوبتش اصلا هاك القائمه التقديريه في المستحقات ما تبعثتش جينا سيدي فهمتي الستيغ بعثنا قلنا لهم يا ستيغ راهو بروجي كامل فهمتي كذا وكذا قالوا لنا فهمتي ماذا بينا تعملوا مولد خاص بكم واضح فهمتني هذا فهمتي الكوم تاعو كبيره برشا قلنا نحن فهمتي راهي دار شباب قبل تنشط بمنقيلة عادية فهمتني نعملوها فورس وتنشط أعطينا السعد سي اللي نوفروا الاعتمادات هذه أعطونا كيما كان تنشط مؤثر قديم من قبل أعطونا منقيلة علما وأنه أحنا مؤخرا في القصرين تم إحداث إقليم في سبيتلة إقليم ستيك جديد في سبيتلة فهمتني ويعني أون برانسيب الخدمة قربت طبيعي قلنا لهم عملوا لنا فهمتي مونجالا اللي هي فهمتني تخدم ليزورديناتير وتخدم كذا وتخدم الضوء وتخدم كل المرات كيما على غرار كيما كنا عاملين قبل فهمتني بون جابهنا اول حاجه عديد المواطلات فهمتي تمشي كذا وبيه هاو باش نخرجوا لكم دي في هاو باش نخرجوا لكم كذا هاو مدري شنيا فهمتي كنا نطرقوا الابواب فيربال على اساس علاقتنا بالسبيك فهمتي يمشي رئيس مصلحه التجهيز ولا يمشي رئيس مصلحه الشؤون الاداريه والماليه ومرات يمشي حتى المندوب وكذا واحد فهمتي من بعد كنا فهمتي يا سيدي خلينا نولوا نعملوا ترافيبيليتي فهمتي واحد ولينا نبعثوا كتابي يا فهمتي ستيغ راهي دي مؤثره كذا وكذا وراه تم استلامها من كذا وكذا فهمتي اعطونا فهمتي دي في استيماتي على قائمه تقديريه فهمتني في المستحقات ولا اي فوالا مش يبعث لك دو في مثلا ويعطيك يعطيك فهمتي مثلا شنو هو طالب لا يبعث لك يقول لك انتم ما لكمش خالصين قبل لا يا سي لطفي هذا اللي كنت باش نسالك عليه خلصوا ديونكم اي وتفضلوا فهمتني نعملوا لكم شنو تحب واضح يعني فما اليوم ديون مخلدة لدى ستيغ خاصة بدور الثقافة في جهة القصري ها باش نجيك فيها عديد الطرائف المسألة هذه هي بالحق المستمع ربما فهمتي جينا فهمتني تو نحن في الميزانية نتاعنا كل ما هو ديون نخلصوها على الفواز نتاع السنة المالية اللي قبلها يخرج رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية اللي هو فهمتي مكلف باش يتعاهد بالنفقة في كل ما هو ديون وإلا فهمتي المهم تصرف الميزانية يمشي لهم يقول لهم أعطونا ديون نتاعكم اللي تسالوها من المندوبية نتاعنا خل نخلصوكم في باش نبعثوكم في باش نبعثوكم ما يبعثوش وعنا هذا راهو كتابي راهو نحكيك أي حاجة نحكيك عليها تو من إمكانكم تأخذوا فهمتني نعطيكم كوبية أخويا ونشره فهمتني ديون من 2000 من 2018 وحتى قبل 2018 يقول لك لا من وصل العون اللي هو باش ما نحبش نذكر الاسامي فهمتني هما زوز فهمتني يجي رئيس مصلحه الشؤون الاداريه والماليه يقول له لا برا جيب لي انت الفواتير اللي وصلتك يا راجل فهمتني نمرا ما نجمش نعطيك الفواتير اللي وصلتني راه فما حوايج بعثتوها حوايج ربما ما بعثتوهاش نضرب انت على السيستيم نتاعك ثم فهمتي لي كونتور اللي هما على ذمه فهمتي المندوبيه اللي هما في المؤسسات واعطيني انت الديون باش نقارن الشيء اللي خلصته والشيء اللي مازال وشنو اللي باش نعملوا ايتا الايتا هذه توضح شنو نحن خلصنا وشنو مازال ديو وعلاش نحن قلنا الشيء هذا لانه بين بالكاش اختي حفاوه من بين الضرائب فهمتني يعطيك هو كي يعطيك هو ايتا يقول لك عندك مثلا هذه مش خالصة وهذه مش خالصة وهذه بالمؤسسة حيدرة مش خالصة وهذه نجيبوا لهم ما يفيد خلاصة تعرفش معناها ما يفيد خلاصة أختي حفاوة في بالك سيروس في الكلام اللي بقى تحكي فيه الحقيقة خطير خطير برش والله خطير لأنه فهمتي يعني ما همش دارين على الإيطالي عندهم مش دي هي وأكثر من هكا تو نجيك الماء أتعس فهمتني جي يقول لك فهمتني نحن يقول لك مثلا عندك ديون كذا وكذا هذه مش خالصه والفاتوره هذه مش خالصه والفاتوره هذه مش خالصه وهذه كذا وكذا نهزوا نحن ما يفيد خلاص وش معناه نهزوا له حتى الماند اللي تصرفت من القبالة وتثبت في ستيك لا بروف معناتها اللي راهي الديون هذيك خالصه وماهيش واحده واثنين وعشرة راه فهمتني رانا خلصنا ما يقارب هما اخر مره بعثونا ديون بقيمه 107
107 مليون. نعم. اخر 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 ايطاء. باهي. قداش عندها تقريبا بربي سي لطفي هذه؟ هذه الاسبوع الفارط برك. باهي. ما وقت كي كثرنا نحن فهمتي ولينا فهمتي واحد لانه ولت حاجه فهمتي بريمون مستراب. صحيح. بحثونا فهمتي 107 الف دينار، نحن عندنا ما يفيد مخلصين 90 الف دينار. فهمتني؟ عندنا ما يقارب 90 الف دينار تم خلاص. باهي. واكثر من هك. نعطيك من الطرائف مثقلين علينا حوايج ماهيش تاع المندوبيه. كيفاش؟ مثقلين علينا مؤسسه اسمها دار شباب بوشبكه اللي نحن ما عندناش دار شباب في بوشبكه. هاي سيدي ما عندناش نادي شباب ريفي في بوشبكه. تجينا الفوق فاتورات اسمها دار شباب بوشبكه. عندنا مؤسسه تنشط في اطار غير قانوني احنا؟ ما فهمش ما عندناش حاجه اسمها دار شباب في بوشبكه قبل دون لو طون قبل 2007 وقبل اصلا فهمتني قبل 2005 اصلا كان فما نادي شباب ريفي في بوشبكه وما عادش وما عادش والكونتور بقى يخدم ومانيش ديري كونتور من جابوه بالرغم رانا راسلناهم قلنا لهم راهي المؤسسه ما عندناش حاجه اسمها دار شباب بوشبكه حينوا السيستيم نتاعكم فهمتني راهو ما عندناش حاجه ربي سي لطفي سامحني وكان سامحيني بالله يا حبيبي قلنا لهم كان عندكم دار شباب في بوشبكه وانتم بروا نحوه المنقاله وقصوه فوالا راهو ما عندناش حاجه فهمتي عندك حاجه اخرى في حبيب يجينا فاتورات باسم مؤسسه نادي طفوله في ريان واش دخل وزاره الشباب والرياضه لوزاره المراه والاسره المراه والاسره والطفوله وهما محملين هذو يوم وماذا ما راهي ديبوي اكستور اي سي لطفي سامحني سامحني فما سؤال الحقيقه يطرح توا ناكد لك اي حد يسمع فينا يطرحه شو المانع انه ستيغ واداره الشباب والرياضه يبقوا على طاوله؟ علاش مراسلات هكا؟ اي شوف قعدنا فهمتني وحكينا وبعثنا المراسلات يا اخي مؤسسه جيني مراسله باش تطلب معلومه ولا فهمتي كذا ولا فهمتني من نجاوب عندي يا سيدي اجل 15 يوم نجاوب صحيح لكن نبعث لك مراسله ونقول لك فهمتي راهي هذه راهي مؤسسه راهي الفاتوره اللي تهم الكونتور هذا راهو مش متاعي وراه ما عنديش مؤسسه اصلا اسمها دار شباب بوشبكه في في في, نعم. في بوشبكه نعم. وما عنديش هذه نادي الاطفال راهو يتبع وزاره اخرى هي زي سيمبل كون بونجور باش تجي تهز الورقه ذيك تخرج سيرفيس تكنيك يمشي يشوف يقارن ما بين فهمتي الكونتير ويشوفوا كذا فهمتني وخويا يتصل بالمعنى بالامر اذا كان فهمتي وزاره المراه باللي عندكم نادي طفوله وبالكونتير هذا راهو كذا وكذا تولي توجه المراسلات هذه وبالنسبه لدار شباب وشبكه فهمتي واحد سي لطفي اي باش نحاول نتعسف عليك شويه في دقيقتين نحاولوا نلخصوا لانه الصوره من شيره من جهه مندوبيه الشباب والرياضه اصبحت واضحه على الاخر دونك اختي حفاوه بربي بربي مساله صغيره برك باش نعطيك على الاقل تلخصي تفضل زيد على هذه من طرائف فهمتني المركب الشبابي نتاع الجاسري ولا ايبا يعني ولا يتصرف ماليا وحده اي اصبحت عنده استقلاليه ماليه استقلاليه ماليه اي ونبعثوا لهم نقول لهم راهو راهو راهي المؤسسه هذه راهي ولت وحدها اذا كان عندكم حاجه ماليه تبعثوا لها هي اللي تخلص ولا كذا ولا وبعد. ولا تقصوا عليها تو نحن من بعد نيغوسي ولا كذا فهمتي راهو لا يبقى يبعث لك في نفس الفواتير بتاع المركب الشبابي لا لشيء اللي اسمه مركب شبابي كي يقرا شبابي دونك المندوبيه راهو ايبا تبعث له مراسله ما يحينش السيستم اللي عندك واضح قاعة الرياضه الزهور تاع المصارعة قاعة المصارعة قاعة المصارعة تاع الزهور للتو يبعثوا في الفاتورات باسم المندوبيه ويثقلوا فيها ديون اللي هي قاعة تتبع البلدية الوزارة كيما الصاد الملعب البلدي وزارتنا تبني فهمتي تسلموها للبلدية هي تتصرف تخلص الماء والضوء وكل ما يهم الصيانة وتعال ونحن باعثينهم يا راهو المؤسسات هذه راهي ما تتبعش مندوبية شباب والرياضة يبقى يبعث لك في الفاتورات فهمتني ويثقلها ديون مؤسف وصادم زي اللي تحكي دونك يعني هالخلل هذا اسكو خلل القائمين العمل في مندوبيه الشباب والرياضه حينوا السيستم نتاعكم واضح اخرجوا شوفوا لي كونتور يا سيدي كي نقول لك انا هذه راه مش تبعني برا قصوى سيدي ارفع العديد سي لطفي مني مشني خان الصورة واضحة 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 على الاخر واضحة على الاخر وفرصة ستون بيان اليوم انه اقليم ساق صبيت لازاد باش يكون حاضر معانا خلينا نطرحوهم هالنقاط هذوما بتاتر تكون فرصة زادة سليوم تكون هكا شوية معناتها همزة تواصل باش نعدلوا برشا حاجات فرصة ما يسالش نعطيك ما نعطيك ما اكثر نحن مركز الاقامة بيدو ما فيش كونتور خاص به ما بنيناه جديد
طلبنا يعني تركيز مولد كهربائي في 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 مركز الإقامة. للتو فهمتي ما تمش الاستجابة. لا بدوفي لا واحد واكثر من هكا. وش عملنا باش نخدموه؟ عندنا مقالة قديمة في المؤسسة القديمة قلنا لك راهي اللي ما عادتش صالحة خارجة عن الخدمة. صدقيني فهمتني جابدين خيط عشوائي باش نعملوا اليمونطاسيون تاع المؤسسة. وهذا خطر كبير. وهو خطر. للناس الكل العامل اللي غادي ولا المرتاد ولا كذا صحيح. وماذا بيا كنت تخرج وتصور وتمشي بحذا في سامي بناشي مدير دار شباب اسبيت لو تشوفوا يعني هذا على عين ما كان رانيش نقول لكم حاجات هلاليه ولا حاجات باش تجيبوا من عند واكثر من هكا في الجلسه القطاعيه تاع اكتوبر اللي فات ونوفمبر اللي فات في الولايه وما حاضرين معنا ستيك قلنا لهم راهو مش معقول راهو ربط عشوائي بتاي كهربائي في مقر مؤسسه فهمتي كذا امها شباب وهم مواطنين تدخلونا في الواحد ومن المفروض كان جد دنيا يدخل وينحو هالانومالية الخايبة هذه ومن بعد يجي حاسب كيما في الدول المتقدمة يجيك واحد مريض فانت يداويه ومن بعد اطلب عليه كري ولا اطلب عليه وما تبدل شيء معناتها ما تبدل نحن هذه فانت والا خويا كريموهن ارفعوا العداد ونفكروها المؤسسة وكل واحد يتحمل سي لطفي اخر سؤال اذا يلتزم الساق بعملية الربط وتصير عملية ربط السنيد تدعش دار الشباب ما يبقى حتى اشكال اخر اختي حفاوة اكثر ما شوف بالنسبه نعطيك باش اذا كان فهمتني نحن ماناش مؤسسه جديده نتعاملوا مع ستيك وعندنا ما يفيد خلاص اقل شيء لو كات لو تروا كار نتاع ديون خالصي بالوثائق بالواحد يعني فهمتني وهما عندهم ديون فهمتني عند مؤسسه اخرى فهمناها هي الوضعيه وتو نحاولوا نطرحوها على سيفا سيدي على خاطر فهمتي شباب سبيت لو شباب حيدره وشباب مدري شنو على خاطر هل الموجه بتاع الارهاب اللي نعيشوا فيها والباكا على خاطر شبابنا اللي نشوف فيه في الطرقات فهمتي كذا ويستقطبوا فيه الصالي ولا الحرابش والجريمه وكذا واحد يا خويا راه اعتبر وذاك راه ولدك وراه ولدك وراه اخوك وراه جارك وراه كذا اعمل انيشيتيف الدوله راهي ماهيش باش تقلب الدوله يعني في حال السيق تقوم بمهمتها والسوني تقوم بمهمتها اداره الشباب والرياضه تنطلق في عمليه تجهيز يا رحم والدي ربي ملاحظه بعد اذنك في دقيقه سامحني سي لطفي نتعسفت عليك في الوقت في اقل من دقيقه عندنا بروجي بيلوت في دار شباب الزهوك نعم هذا فهمتني بجمعيه معن تونس اقوى في مش جمعيه في برنامج معن مشروع معن هذا فهمتي يجونا فهمتي على اساس باش يجهزوا فك المنطقه اللي تستحق اكثر عنايه شبه نائيه اللي هي بروجي ب 250 مليون فيه تجهيزات وكذا باش يبدل وجه دار شباب جمله قلنا ومن شروط فهمتي هالجمعيه البرنامج هذا انه ترفيع في العداد نتاع 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 يكون ضغط اقوى باش يولي 300 بعثوا له الدوفيات ومشينا فهمتي تصوري مشينا المدير الاقليم مشكور وقبلنا بقبول حسن وكان مش معقول وهو وقتها جديد كان مش معقول حاجه كي تبقى الترين في الرفوف اكثر من خمسه اشهر. اي تبدلت شي حاجه. جيبوا لي فهمتي كذا فهمتي واعطاها الانسان باش يتعهد لها زميل غادي في السيك فهمتي واحد. اي توا سيدي نحن وقتها مازلنا ما نجموش نصرفوا في الميزانيه تصوري بعثنا لهم وراث قلنا لهم هاي بوند كوموند مانيير نعم باليدي كما كان معمول بهم صح فيها مندوب امر بالصرف ايه. ها هو فهمتي باش على الاقل خاطر الجمعيه البرنامج هذا قال لك اذا كان ما ترفعش نحن ماناش باش نعملوا وما ترفعش الضغط لتو ولتو ما ترفعش واضح وقلنا لهم رانا فهمتي اول ما تحل الميزانيه نعطيكم بوند كوموند ميكانيزي اللي فيها كل شيء للتو نحن فهمتني ومهدين ان البرنامج هذا باش يتم الغائه من المؤسسات طبيعي الممول فهمتني. اللي يجيك باش يمول لك مشروع يطلب انها توفر الاجراءات الكل يا حمودي فضل ما من خلالك هذا نداء الاقليم القصرين هذا سي فرجاني حنينية ان شاء الله يكون في المتابعه وتلتزم اقليم القصرين في انه يوفر على الاقل الضغط العالي وعندهم بوند كوموند مانيال وعندهم مراسله توضيحيه واضح اللي راهو هاو علاش عملنا لكم بوند كوموند كذا وكذا يعطيك وراهو فهمتي اول ما تحل الميزانيه فهمتي بحول الله فهمتي شكرا لك شكرا يا سي لطفي سامحني تعسفت في الوقت لان وظيفنا في الانتظار اما يعطيك الصحه انك الصوره صورتين كما يلزم والصوره باتت واضحه الحقيقه من جهه الاداره او المندوبيه الجهويه لشؤون الشباب والرياضه في القصرين واضحه المساله قال لك احنا خدمتنا خدمناها
الرب توا عند ستيغ والسنيد، السنيد راهي بعثت لنا قائمه تقديريه في المستحقات، واحنا في 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 طور التجهيز عمليه الربط، استعدادات عمليه الربط. ستيغ راهي جاوبتنا بانه يا مندوبيه شباب ورياضه خلصي ديونك تو من بعد نعملوا نيغوسياسيون في الصفقه الجديده كو هذه. قال لك احنا كي جينا نراجعوا في الديون نتاعنا نلقوا ستيغ طالب منا 107 الف دينار، اور كو احنا عندنا 90 الف دينار خالصه واعطيناهم لي بروف في انه 90 الف دينار خالص. كيما برشا كلام الحقيقه خطير حكاه سي لطفي مغران، انه برشا مؤسسات لا تتبع مندوبيه الشباب والرياضه، ستيغ ترسل لها تبعث لها في مراسلات للمندوبيه باش تخلصها وهي ماهيش في عهدتها، في عهده ادارات اخرى. بما انه احنا اليوم موضوعنا دار الشباب سبيتلا، فسنقتصر على المشروع هذا اليوم باش نحكي فيه مع مدير اقليم ستيغ سبيتلا سي فوزي القرميزي. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي فوزي. عشنا وقتي حبيبي وصافي، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين. شكرا على قبول الاستضافه. سمعيني في قاسم الكل. يفضلك، ندخل مباشره في الموضوع لذاق الوقت سي فوزي. احنا اليوم حديثنا الحقيقه طرحنا سؤال بالكبير، علاش دار الشباب سبيتلا مقر حاضر محلاه ياسر مزيان من برا اما الباب مسكر؟ تواصلنا طبيعي جدا مع مندوبيه الشباب والرياضه، فقالت لنا راهو احنا كمندوبيه قمنا بكل مراحل المشروع نتاعنا، وين وصلت مرحلة الربط بالماء والتيار الكهربائي راسلنا قليمي ستيغ والسونيد باش يبعثوا لنا القائمة التقديرية في مستحقات الربط. راهو السونيد جاوبتنا بالدفيات وبعثتهم لنا، وستيغ قالت لنا لا راهو عندكم ديون. كيف جينا نشوفوا في الديون مندوبية الشباب والرياضة قالت لك احنا ستيغ نلقوها طالبة منا 107 ألف دينار، واحنا بعثنا لهم لي بروف دي موندا وغيره وفواتير انه خلصنا 90 ألف دينار. نخلي لك مثال الشرد على المساله هذه. بارك الله فيك، هذيك اتاحت لي فرصه باش نجاوب على بعض المواضيع هذه. اهلا وسهلا. اول حاجه صح حبيت نعقب على كلام سلوت كنت نسمع فيه توا. قال انه المقر في خط عشوائي ويزود به في التيار الكهربائي للمقر. هو يحكي على المركب المركب اللي تبناه الاقامه، مركز الاقامه. قال لك اضطرينا فوالا اضطرينا ان ربطنا ربط عشوائي. سمحت انا سمعت خط عشوائي دونك معناها ما نجمش ما عادش نجم نكمل نسمع ما نخبيش عليك. لانه انا تو ماذا بيا نوصل المعلومه انه معناها في اللحظه هذه لو كان ميراسمان يمشي يسحب الخط هذا وينحيه والسجل تدخل، اما ما يعملش خط عشوائي لانه حياه عباد في كفه، ما نجمش يعمل خط عشوائي وما نجمش على الهواء يقول اني عامل خط عشوائي ويقول اني مخالف القانون اي سبب من الاسباب يتصل بالاداره. احنا في سبيتلا ساعه ما جاناش، هو قال تواصلنا وراسلنا في انه يتم توفير مولد لمركز الاقامه. نعم لا سمحت بس نجاوبك. احنا لاي سبب من الاسباب ما عندوش حق بشيء بالخط عشوائي لانه حياه العباد في كفه، ما نجمش يخاطر بحياه العباد وما نجمش معناها ماهوش كونيسور هو في الميدان الكهرباء باش يعمل خط عشوائي. وانت تسمع من كل يوم في كل فتره صغيره نسمع بحادث كهربائي صار فما شكون دخل بطريقه العشوائيه على الخطوط الكهربائيه وضربها الضوء وصارت لنا حوادث معناها طبيعي كيرتي. هذا طبيعي جدا. دونك هذا انا توا ما دام يسمع فينا ماذا به معناها يسمع كلامي ويسحب الخط هذا واللي عمل له الخط هذا ينحيه والاداره مفتوحه ويجيني من نهار الاثنين من غدوه في سبيتلا ونشوفوا اي حل نخرجوا على الميدان نجموا نسجدوه في فتره وجيزه جدا، ولكن لازم ينحي الخط العشوائي. سي فوزي سامحني نجاوبك توا على الموضوع. فوالا انا توا باش نمشي معاك ابعد من هكا. مانيش باش نحكي في الاشكاليات، مانيش باش نحكي في ستيغ علاش ما جاوبتش وعلاش تاخرت ولا هيت نحاولوا نلقوا حلول معاك يا سي فوزي. انا اعطيك معلومه، انا في اقل من 10 ايام كنت قابلت مع رئيس مصلحه البنايات سي هيثم الغضبين سي هيثم، وكان دي باساج والله ما تقابلناش لا في ادارته ولا في ادارتنا. دي باساج قال لي لو عندنا دار شباب في سبيتلا حاب يدخلوا الضوء، انا ما جاتني حتى مراسله سبيتلا بالضبط. ولكن النهار اللي كلمني لو لوندما بعث لي كيب غاديك وعملت له دراسه. كلمني لو جور جي، انا قلت له جي بيس ار مشى له عاون غاديكا وعمل له دراسه وحددنا الكلفه. وكلنا رفعنا لما بعثنا لهم بارفاكس لمحل الكلفه نتاعت العداد. لكن انا في تليفون مع بعض الزملاء في اداره الرياضه ما وفروش لنا الالزام بالتزود البوند كوموند ميكانيك هذا ميكانيزي باش احنا نجموا نخدموا، لانه احنا صحيح نعطيو دوفي اما يلزمنا وثيقه خلاص مش خلاص مادي معناها مش معناها تعهد معناها اذن تزود فقط البوند كوموند البوند كوموند ميكانيزي. دونك البوند كوموند ميكانيزي مازال ما وصلناش من عند اداره الرياضه، لكن هذه فرصه احنا غدوه الاثنين الصباح يجيب لي سي هيثم او من ينوبه الاداره
تثبيت للبوند كوموند ان بروميس نهار 3 يكون عنده العداد الصباح. الله الله عليك يا سي فوز. شفت دونك انا اجيست جيني بوند كوموند غديك وبعديك تنجم تحاسبوا بعديك لوماردي ان شاء الله يكون عندهم العداد. دونك يجبونا البوند كوموند ميكانيزي لانه هو وسيله خلاص يلزمني انا وثيقه في يدي تاع خلاص الكوست الرابط واحنا مستعدين ناخذونهم في اقرب فتره. قلت كان نهار كيس راكب لهم العداد ما عنديش وانا نتعهد بشيء. نتمنى ان شاء الله تصير الامور بشكل قانوني وزاد الاداره الجهويه والمندوبيه توفر البوند كوموند. بس عايزين شكل قانوني مازوش نقبلوا ما كيكا هكا يركب لنا طبعا نخلصك واحد هذا ما يصير. لا والتعاون والتعاون وانه نخلق شويه تسهيلات زاده في الصحه. احنا الديسكور هذا صار بيني انا وبين سيف ما كان في الشارع ما كانش بعد الوقت معناها يعني زوج معطاني المعلومه انا اللوندمات نقلته عملت دراسه وهو لازم تاكد شيء هذا كان تنجم تعمل في تموات فتوى تاكد تواصلنا معاه سي هيثم في اللوف ويعطي صحه وكان متعاون وشكرا ليه على زاد حطنا في الاطار في عريق بالموضوع. فسي فوزي الحقيقه ما نحبش انا زاد نطول اكثر هذايا انا نعتبره التزام. لا التزام انا التزام سي انجاجي توام. يعطيك الصحه ان شاء الله زاد مندوبيه الشباب والرياضه توفر البوند كوموند وما فيها بس تعود فيك توفر البوند كوموند لانت انا ان شاء الله المرضي يكون عندهم غاديك على الميدان. وبربي زاد يا سي فوزي نسعوا على توفير مولد لمركز الاقامه باش ما نبقاش نحكوا على الشارع باش نقولوا خير هذا اونشارج ناخذ اونشارج نشوف كيفاش تجي لكن هو لابد انه ينزع الخط هذه العشوائي لانه تنجم فيه تتبع عدلي تنجم فيه برشا سلبيات بعديك ينجم قدر الله يمس واحد الضوء دونك فما حاجات. دونك احنا اليوم ماذا بينا استيك ومندوبيه الشباب والرياضه باش يتعاونوا مع بعضهم يا خويا نحوا كل ما هو عشوائي كل ما هو لا قانوني ونمشوا في الاطار القانوني ونسهلوا على بعضنا يا سي فوزي. احنا نسهلوا احنا اكثر ناس متسهلين جست توفرنا الوثائق فقط اللازمه والوثائق الخلاص واحد احنا ما عندناش تمام. واضح سي فوزي شكرا ليك يفضلك يعطيك الصحه على المداخله وقبول الاستضافه سي فوزي القرميزي رئيس اقليم الاستيك صبيطلة. طبيعي جدا شوف لي دو فيرسيون اوكي حتى حد ما جا وبدا يزايد على الاخر وعملنا وعملته محلاها 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 سامحوني في الكلمه نشخت على ديسكور هك اوكي راه فما اشكاليات فما صحيح لازم 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 تتراجع برش حاجات في عريق اقليم ستيك مثالش نراجعوا شويه الهيستوريك ولا الارشيف ولا ونميزوا انا اللي تتبع مندوبيه الشباب والرياضه وانا اللي تتبع مندوبيه الطفوله وانا نوضحوا الامور باش ما تصيرش هكا تتفاقم ديون الاداره على حساب اداره اخرى ونعملوا ميزاجور زاده كيف كيف دور الشباب اللي ما ياش ناشطا فمش علاش يبقى كونتور يخدم دور الشباب ودور وربما حتى المؤسسات الشبابيه اللي تم غلقها وما عادش صالحه ما عادش تعمل ما فهميش علاش زاد كونتور يبقى يخدم. دونك هذه مسؤوليه ستيك مسؤوليه مندوبيه الشباب والرياضه لازم تتوفر بوند كوموند اذا كنا نحكوا في الاطار القانوني اذن التزود لابد من انه يكون متوفر والسيغا وكا انجاجمون اليوم عملوا سي فوزي سور انتين التزام التزمت التزم اقليم السيغ بانه يوفر مولد كهربائي لدار الشباب صبيطلة وان شاء الله يا رب نكونوا ولو هكا اسطت 1% في انه ساهمنا في انه دار الشباب صبيطلة ترى النور في القريب العاجل تشجيعا منا على الثقافه والنشاط الفكري والرياضي والتربوي والثقافي وصبيطلة لها الحقيقة أنه كنت فيها دار شباب في مستوى تطلعات شباب صبيطلة وفي مستوى النشاط اللي عند شباب صبيطلة تحية كبيرة ليهم. جاو قايتنا توا قايت الحاجة المزيانة اللي زي ما نختموا بها في مناظرة فوقت اللي خممنا في صورة الشهر مع رئيس تحرير مناظرة تحية كبيرة ليهم شباب الكل اتفقنا واقترح انه تكون صورة الشهر صورة الحقيقة شخصيا مراش ما اروع منها في القصرين صورة ياسر مزيانة صورة من بارح بدأت تدور ومزالت باش تدور برشا هي صورة القصرين بالضوء صورة القصرين ضاوية صورة القصرين منورة صورة القصرين وشارع القصرين وساحة الشهداء في القصرين مليانة شباب القصرين مستمتع شباب القصرين يعيش في الفن يستنشق في الفن بعد غياب طويل على الأنشطة الثقافية كانت عودة وعودة استثنائية لأول مرة في القصرين نحكوا على مهرجان في الشارع القصريني مهرجان يلم شباب القصرين وأهالي القصرين بمختلف فئاتهم انتماءاتهم أعمارهم أجناسهم اللي تحبوا اجتمعوا البارح عملوا برشا جو في إطار مهرجان الشباب بالقصرين اللي أتحلهم
الفرصة. فلازم الحقيقة نحكو في الصورة هذه، ما يلزمش نمر عليها مرور الكرام. هذاك علاش يحضر معي عبر الهاتف مدير مهرجان الشباب في دورته الرابعة حمزة عجلاني. صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا. شكرا على التقديم المزيان. شكرا، ما فيش حق الصورة يا حمزة راهو حقيقة. شكرا والله، شكرا الحقيقة الإيماج وصلت للناس الكل. فرحتني الحقيقة، وانا زيد راني من أكثر الناس الفرحانين بالشيء اللي صار البارح. دونك مرحبا بكم الناس الكل. حمزة، الصورة هذه إذا كان باش نحاول نعمل هكا عليها شوية، باش نعمل عرفت خطوة التالي وباش نرجع بيك. الصورة هذه قبل ما تخرج هي كان عنوانها تحدي، ربما حتى مجازفة، إصرار، ثقة في القصرنية وفي العقلية القصرينية، وبرشا حب للعمل. فخرجت في النتيجة الصورة اللي باقيين نشوفوا فيها توا. الحقيقة كلامك صحيح 100%. حطيت في قبل انطلاق الدورة بدقيقة، معناها كان العنوان هو التحدي، كان الرهان هو المجازفة. لكن في الأخر وقت اللي فت الحفلة الأولى خرجنا بعدة نقاط وخرجنا بعدة عناوين، أبرزها أنه نحن في القصرين خاصة وقت اللي نحبوا نعملوا حاجة مزيانة راهو نجموا نعملوا. القصرين تعرف تفرح، القصرين تعرف توري إيماج مزيانة برشا على التحضر، على حب الانتماء للجهة هذه، على حب الحياة في الجهة هذه، على طريقة النظام اللي عند الشباب وعند كافة الفئات البارح اللي ريناهم حاضرين. على برشا نقاط ايجابيه البارح، انه كيف نتلفتوا ونشوفوا حتى الباعه المتجولين البوسطاء ذوكم جو وانتصبوا معناها على حافه الساحه، في حد ذاته هذا مثال. هزل البنات البارح يا حمزه. طبعا طبعا طبعا، دونك هذوما للناس اللي تعرف تقرا المؤشرات هذه، معناها حاجات نجم تبني عليها مجتمعات ومجتمعات، معناها في حين انه نحن كنا خايفين من ارواحنا، كنا خايفين من ذواتنا. يجينا تصوير البارح تاكد لنا انه وراء وقت اللي نحبه ونفرحه، رانا نفرحه ورانا نجم ونعملوا حاجه مزيانه برشا ونتباهوا بها بين الولايات، ونجم ونقولوا نحن زاده رانا عنا ما نقولوا في التظاهرات وفي المهرجانات وفي حب البلاد هذه وفي العقليه وفي انه القاصرين راهو مش صوره تيبيك بتاتر اللي عند برشا ناس، ولا لوم عليهم بطبيعه، راهو القاصرين الصوره هذه وبرشا صور اخرى زاده حمزه. صحيح صحيح صحيح، دونك نحن نحبوا نستهلكوا حاجه ايجابيه ونحبوا نصدروا حاجه ايجابيه. الحقيقه البارح راه التعاون كان كبير برشا، كان كبير برشا لانه الاطراف راهي عديده ومتعدده وكثيره، فهمتني؟ معناها من الممولين للصحافه للجمهور للليكيب تكنيك للسيكوريتي المنظمين السيكوريتي المنظمين الناس الكل الامنيين زاده مشكورين برشا الامنيين طبعا الحقيقه السلطات الجهويه المجلس المحلي الكل الحقيقه راهو الناس الكل البارح حبت تصدر تصويره مزيانه على القصرين. وفيت الحمد لله هذه راهو واحده على اربعه البارح التصويره الاولانيه، مازالوا ثلاثه تصاور اخرين، مازالوا ثلاثه سهرات اخرين، لكن مجملا هو التحدي يبدا وقت اللي تبدا، فهمتني؟ صحيح. نحن بدينا البارح والحمد لله كانت التصويره هذيك اللي الناس الكل تشوفها راهو بالحق حفاوه. يلزمكم تعرفوا الكميه نتاع التليفونات اللي قاعده تجيني من برا من القصرين، من اصدقاء، من متابعين، من مهتمين بالشان الثقافي، من ناس ولاد الجهه يعيشوا برا. كما انت حمزه لازمك تعرف كم التليفونات زاد اللي جينا احنا. صحيح صحيح، الحمد لله الحمد لله انه بالحق معناها وقت اللي حبينا نتلموا على حاجه باهيه، الناس الكل قدمت والناس الكل قالت نحن موجودين للبلاد. راهو يلزمك حفاوه تعرف والناس تعرف انت مواكبه، انه البارح راهو برشا نساء جو يحضروا بي 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 حمزه البارح نشوفوا في الليبوسيت صغيرات محليهم. الحقيقه راهو منظر ياسر مزيان، معناها هذايا كان يدل على حاجه، يدل على انه الجهه هذه تحب تفرح، تحب الفرحه. صحيح، وتليق بها الفرحه راهو يا حمزه. صحيح، وتليق بها الفرحه لانه وقت اللي توفر المجال الناس الكل كانت موجوده والناس الكل حاولت والناس الكل عطت من وقتها ومن مجهودها باش يصدروا لنا التصوير هذيك. صورة الواحد على ثلاثة كما أنت سميتها حمزة، وأنا ماذا بيا ناخذوا فكرة، وهي فرصة حتى للجمهور اللي تبع فينا لأنه اللايف يتبث زاد على صفحة مناظرة، أنه خلي تونس الكلها ما يسالش تتعرف على برمجة مهرجان الشباب في دورته الرابعة ونتعرفوا على باقي الحفلات كيفاش باش تكون. صحيح،
هو قبل ما نعطي البرنامج فقط تذكير خاطر برشا يلزمهم يعرفوا انه الميزانيه محدوده جدا للمهرجان. نعم. لكن على محدوديه الميزانيه قلنا نحن المجازفه ما تكمل كان في انه الجمهور يتلقى العروض الاربعه هذوما مجانا. نعم. وخرجنا من الاطار المغلق من من المركب الثقافي اللي نشكره احتضننا في طيله الدورات اللي فاتوا وما زلنا باش نرجعوا له. أي. لكن خرجنا وقلنا توا يلزم مجانا العروض هذه للجمهور الكل في القاصرين وللجران بيبليك. نذكر بالعروض البارح بدينا مع بلاك هودي جانك الفا برادر هود رابير تقشيره وعده مواهب من شابه من القاصرين. اليوم باش يكون معنا لوديو يوما غدوه ان شاء الله 23 ماي باش يكون الرابير جانجون مع دي جي روسل. وحفله الاختتام باش تكون ان شاء الله مع جولترا ساوند سيستم حليم اليوسفي والمجموعه الموسيقيه الممتازه. ممتاز. اللي معاه ممتاز برشا وان شاء الله نشوفوا صور خير وخير وان شاء الله القصريه يكونوا حاضرين كما ريناهم البارح واحسن وافضل وان شاء الله نشوفوا هكاك لي بروجيكسيون اللي صاروا البارح محلاها محلاها القصريين هكاك باللوميير هذاك وبالاضاءه من اخر ما فما بالسونو من احلى ما فما ونواصلوا هالمتعه والاستمتاع في اطار مهرجان الشباب. مشكور برشا حمزه يعطيك الصحه. شكرا لكم على الاستضافه. ان شاء الله نكملوا في النسق هذه تبقى الدعوه للناس الكل في انه القاصرين مستحقتنا باش نعطوا ايماج مزيانه ونحن موجودين ان شاء الله مع بعضنا نكملوا اللي بديناه بطريقه مزيانه برشا. يعطيك الف صحه. شكرا حمزه عجلاني مدير مهرجان الشباب بالقاصرين. نتحدثوا على الدوره الرابعه نتحدثوا على دوره صنعت الاستثناء دوره استقبلت جمهورها جمهور القاصرين مجانا دوره خرجت للشارع القاصريني مشات للقصرنيه الاكثر بلاصه يقعدوا فيها القصرنيه الاكثر بلاصه متاسفين على وضعيتها القصرنيه راهو حابينها ولا كرهنا. ساحه الشهداء في القاصرين عندها سنوات الكل نتحدثوا على انها ضيعت الصوره الجماليه نتاعها وضيعت ما عادش نشوف فيها في روح الحقيقه وفي حياه ومنظر ما 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 يعجبنيش حتى طرف انه يكون فيها المهرجان ويصنع فيها هالصوره اللي كنتوا تشوفوا فيها توا هي اسمع روح كلها كفايه قصرينيه معناتها روح كلها ناس حبت تخدم هذه اللي تشوفوا فيه كله اولادنا حبوا يخرجوا الصوره هذه فاحنا رانا قادرين اننا نسوق لصور تليق بالقصرين الحبيبه. شكرا لكم اللي تبعتونا في امور تهمنا اليوم تحيه كبيره لشفيق البناني اللي امننا اخراج كل حلقات امور تهمنا. نحب نقول لكم اكيد انكم يمكنكم التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي اللايف تنجموا تعاودوا تفرجوا فيه على صفحه اذاعتنا ولا زاده على صفحه مبادره مناظره بعد شويه تلقوه على صفحه. الموعد الشهري كيف كيف مع أمور تهمنا ثالث أحد من كل شهر هذا كموعد فيكس. البودكاست إن شاء الله باش يكون السبت الجاي زاد عندكم موعد معاه على صفحة مناظرة تكونوا متابعين ليه. ما بقى لي كان باش نقول لكم دمتم في أمان الله.